دايما. صحيح صحيح. طيب تزوروا النهارده واحنا استاذ ابراهيم، انا اسوق لك يعني قريت في الصحف التونسيه امس من بين السائحات ما بعد تحرير الرهائن، يعني التفتت لي مجموعه المفسدين الذين كانوا يعني هبوا حول المتحف، يعني تحييهم وقالت لهم بان هذا يجب مقاومه هذا الارهاب الدخيل عليكم، يعني هو في وعي لدى حتى الاوروبيين خاصه هذه سايحة وعارفة، يعني دعت التونسيين لتصدي لهذه الظاهرة الدخيلة قالتها على تونس، يعني ويجب كذلك يعني في هذا الإطار يعني دعوة الشباب إلى التحرك أكثر و القيام بحملة عالمية. النهارده الأوضاع يا سعادة السفير، النهارده هل في جديد النهارده؟ هل قدرنا نمسك حد من الـ من الـ من المجرمين دولت؟ لا، تمت إيقافات في حدود 9 إيقافات على علاقة بالعملية، وممكن في 5 آخرين. والحقيقة يعني وكان في حتى عائلة إرهابي يعني تم القتل أمس، تم إلقاء القبض عليها وإحالتها للتحقيق في تونس، يعني فرق مقاومه الارهاب تتحرك. وهم اللي تم قتلهم في الموقع من الارهابيين، هل عرفنا مين دول؟ عرفناهم منين ولا من؟ تونسيين من الجماعات من اياها دول. لا يعني الجهات الامنيه حددت حددتهم يعني عرفاهم، يعني عرفاهم حددتهم، ومنهم عائله احد الارهابيين تم في داخل وسط تونس تم يعني مداهمتها صباح اليوم وإلقاء القبض على جميع الأفراد للتحقيق معهم ونقلهم إلى العاصمة. يعني انا شخصيا كمصري بقول قلبي وعقلي وكلي ومستعد ان كلنا في المعركه، كلنا مع تونس، كلنا ويا تونس، لان احنا ان شاء الله ان شاء الله هنكسب هذه المعركه، ان شاء الله هنكسبها ان شاء الله. طبعا هم يعني يقودوا معركة خاسرة يعني في النهاية. طيب الحدود، هي الحدود مع ليبيا بقد ايه؟ بقد ايه يا سعادة السفير هي الحدود المشتركة ما بين ليبيا وتونس؟ أكثر من 500 كيلو يعني على طول الحدود. طول الحدود. واللي هي المناطق المتاخمة للحدود مع اللي هي مع لا هو أساسا يعني في حدود يعني النقطة الحدودية راس جدير وفي نقطة الذهيبة، هذوما نقطتين رئيسيتين يعني، من الأساس أن راس جدير الحدود يعني آمنة وفيها حركية طبيعي، فيها إجراءات مراقبة في إطار حالة الاستنفار يعني تحسبا هذه خلايا يعني تعمل داخل تونس. الشعب التونسي يعني هو مش لازم يبقى عارف انه مش لوحده، الشعب التونسي قادر ان هو الشعب التونسي اللي قدر ان هو يختار مستقبله ويختار يختار مجلسه النيابي، واللي قدر يختار رئيس لمهريته قادر على انه هو يقدر يطحن هذا الكلام طبيعي، لان يعني ما فيش حاجه هتخوف حد مثل هذه المجموعات يعني. يا سعادة السفير أنا بشكر حضرتك جدا يا فندم. سعادة السفير محمود الخمير سفير تونس في مصر، وكان على خلفية الحادث الإرهابي، ويعني كل الحقيقة كل العالم واقفة فيما حدث، وده شيء مهم جدا. وأنا كنت اللي أنا عايز أقوله في المسألة دي، لازم كلنا دور كمجتمع مدني إحنا هنا وفي تونس وفي كل بلد نبتدي نبعت نفهم العالم احنا لا الاسلام هو القتل ولا هم دول ولا ده كده ولا الارهاب ده هيستمر ودولت لا يمثلوا اي شيء، احنا بلادنا امنه وامنه. وزي ما حصل ارهاب في تونس، هل الارهاب اللي حصل في فرنسا منع السياح يروح فرنسا مثلا؟ ما حصلش، فعشان خاطر ما حدش يلعب في الحته ديت وحد يتخوف من دي. ما حصل الارهاب لما حصل المترو التفجيرات اللي في انجلترا، هل السياحه ما راحتش انجلترا؟ لا 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 لا، بس احنا دايما بيبقى العين علينا، عشان يبقى في كل حاجه يبقى في كلام. يعني السفير الالماني في القاهره قال ان زياره الرئيس السيسي لالمانيا بدعم من المستشاره انجيلا ميركل ستتم قبل الانتخابات البرلمانيه في مصر دون التحديد موعد محدد. طبعا الكلام ده بيتقال لان في البعض فتى وفت طبعا من اللي هم جنرالات القهاوي اللي عندنا دولت اللي هم مش طايقين نفسهم ولا طايقين اي حد،
فقالوا لا اصل مش المانيا مش هيقبلوا الا لما تكتمل خارطه الطريق. وقال لك لا الزياره هتتم، والمانيا دخلت في بتقلها، والحكومه الالمانيه داخله مولة ثلاث مشروعات مهمين جدا، محطات الكهرباء ديت، ومداني فتره سماح مهمه جدا، غير شغل تاني بيتعمل. يعني مش عارف، تصوروا مصريين وكارهين الخير لمصر، تصوروا حضراتكم. تعالوا نتكلم في حاجه كويسه، تعالوا نتكلم على عيد الام، لان عيد الام يبقى هو الحب، هو الحنان، هو العطاء، هو كل شيء. عيد الام يعني الام اللي هي يعني المخلوق اللي لا يمكن مهما يعني اي النهارده. وانا عايز اقول لكل ابن وابنه، يعني امهم عايشه، انتوا ما انتوش عارفين قيمه الام. ربنا يدي طول العمر لكل واحد امه موجوده، انما انت هتحس بشيء تاني بعد عمر طويل، هتحس انك انت يتيم بحق وحقيقي لما تفقد امك. انت مش الام اللي هي في كل المقاييس، بكل المقاييس يعني بتتحمل ما لا يتحمله بشر. بقى بنشوف شوف من الحمل بقى 9 أشهر شايله شيله، وبعدين بقى ان تنزل مثلا سنتين، يقعد سنتين عيل بيعيط ال 24 ساعه وبينام على يعني بيغير نومه كل 3 دقائق، بيغير حلقه وحدوته، وازاي الحنان وازاي 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 يعني. ويمكن كان في دكتور وهدان وهو بيتكلم على ان سيدنا ايام سيدنا موسى، واحد كل يوم بيشيل امه يوديها ومش عارف يعمل لها الاكل والكلام ده كله، وبعدين ماتت الام، فسيدنا موسى قال يا ده لا داخل الجنه داخل الجنه، فنزل له ربنا سبحانه وتعالى قال له لا ده دخل النار. فسيدنا موسى قال له ده بيعمل لامه كذا وكذا، قال له لا ده بيعمل، بس كان لما بيطلع بقى في الخلا كده كان بيدعي يقول يا امتى يا رب تاخدها بقى. فالام بقى مهما بتتعب بتدعي لاولادها ان ربنا يديهم الصحه والعافيه، وتدعي لاولادها وشوف اعلاها عينها ان ابنها ما يتمسش ولا بنتها تمس بحاجه، هي دي الام. زملائي هنا بقى يعني ما نور سعيد عدت يعني هي وعدوا فكره كانت تقرير عن عيد الام، بس كانت الفكره مختلفه. يعني نزلوا عملوا التقرير ده عشان يقولوا لكل حد احنا فاضل لسه النهارده، فاضل لسه الجمعه وكل سنه وانتم طيبين السبت. فهو كان في التقرير بيفكروا انت قلت لامك، قلت لوالدتك كل سنه وانتم طيبه السنه اللي فاتت، طيب هي محتاجه ده منك، ومحتاجه ان تسمع دي منك، وما تنساش تعمل ده السنه دي. ال 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 كنت فاكر ولا الدنيا خدتك؟ ما احنا انا عارف ان الناس بيشتغل، بس مهما تاخدك الدنيا ما تاخدكش عن امك وابوك. يعني مهما تاخدك ما تاخدكش عن امك وابوك. ده واحد مش عارف ينطق الشهادتين، بيموت ومش عارف ينطق شهادتين عشان امه مش راضيه عنه. فالرسول عليه الصلاه والسلام بعد جابها قال لها قلت له ده طيب مش عارف، قال لها وزعلك؟ قالت له اه. فقالت له قال لها مش هتقبل ومش داخل مش حي مش مش مقبول منه اي حاجه. فقالت انا عفيت عنه، فقدر انه ينطق الشهادتين. فده الام. فما تجيش انت اه دلوقتي خلاص انت بقى مش فاضي، ولما دار مش فاضي ليه؟ لا صح عنده ميعاد في الكافيه، وبعدين هيطلع من الكافيه ما اعرفش رايح فين حته لا يا عم، برضه تقدر في مساحه وقت تقدر تديها لامك، تقدر، لان ده اقل حاجه تقدر تعملها. وبعدين ده انتوا دان، انت فاكر المساله سايبه؟ وانت يعني فاكر لما انت مش انت ولا هي يعني هتاخد مش واخد بالك؟ طب ما انت هتكبر وهتخلف وولادك هيكبروا وهتعجز، وتبقى محتاج ان هم يخشوا عليك يسالوا عليك، فتكتشف ما بيقولولكش برضه نفس اللي انت عملته. لو انت عملت غير كده هيتعمل يعني لو انت عملت خير هيجي لك خير، انما في كل الاحوال انت مش هتعرف الكلام ده كله الا لما تفقد امك. ربنا كل واحد امه عايشة يخليها له لاخر العمر يعني، انما مش هتعرف ده، مش هتعرف القيمه الحقيقيه ايه. انت هي دي الونس اللي في الدنيا، ده الخير اللي في البلد ديت، واللي ربنا بيسترها مع البلد دي بدعوه ام طيبه للبلد ديت. امهاتنا اللي موجودين في ناس طيبين دعوتهم يعني في حاجات كتير كده. فالتقرير اللي عملته اعداد مهنور سعيد والمخرج المساعد سمر غانم واخراج محمد ابو العلا، تعالوا نشوفه. كل سنه وكل
أم طيبة، وكل سنة ومصر أمنا كلها طيبة يا رب. ورينا يا أبو العلم.